أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي Community Issues. بناء على طلباتكم ونزولا عند رغبتكم، نعيد لهذا اللقاء للمرة الثانية الحديث عن الأعشاب، فوائدها، ميزاتها. يكون ضيفنا طبعا للمرة الثانية هو الأخ أو خبير الأعشاب أخ إبراهيم صبح. أريد أن أنوه أن هذا البرنامج لا أنا ولا ضيفي السيد إبراهيم مخولون بإعطاء أي تشخيص عبر هذا البرنامج. أيضا ننوه ونؤكد على أن لا نطرح في هذا البرنامج الأعشاب كبديل للعلاج الكيميائي، إنما هي خبرة. طبعا كما يعرف الجميع عبر الأجيال أثبتت أن الأعشاب فوائدها والأعشاب ميزاتها، لنقل على الأقل أنها لا يوجد لها أي أضرار جانبية. وكما نوهنا في الحلقة الأولى من هذا البرنامج الأسبوع الماضي أو الأسبوع الذي قبل الأسبوع الماضي، على أنه أكثر من 6 ملايين شخص يدخل المستشفيات في أمريكا كأعراض جانبية للأدوية التي يتناولها. لهذا كان هناك كثير من الاتصالات، كثير من الطلبات تسأل وتستفسر عن قضايا الأعشاب فوائدها، وكان هنالك تحديدا سؤال متكرر حول مرض السكري. سوف نبدأ الحوار مع الأخ إبراهيم، ونشكره لاستضافته لنا في استضافته له المرة الثانية هنا في هذا البرنامج. وننوه على أننا يعني سنكون في بداية البرنامج أول 20 دقيقة للحوار مع الأخ إبراهيم حول بعض الأشياء التي طرحت من خلال الحلقة الماضية، وبعد 20 دقيقة يعني نرحب باتصالاتكم واستفساراتكم مقترحاتكم أو حتى شهاداتكم إذا كان هناك أحد المنتفعين أو إحدى المنتفعات، وأنا بالمناسبة واحد منهم. إذا كان هناك مجال سوف أبدي رأيي بما قد جرب من قبل أفراد عائلتي، وأنا شخصيا كنت منتفعا وأقولها للأمانة من استعمال هذه الأعشاب. على كل حال، زي ما كنا وهنا، بعد 20 دقيقة نفتح المجال للاتصالات ونأمل أن نسمع صوتكم. أخي إبراهيم، مرة ثانية أهلا وسهلا فيك في برنامج Community Issues. أهلا وفاء، أهلا وسهلا، أهلا فيك أخي إبراهيم. اللي بلاحظه أنا أنه معظم الشكاوى الناس الأشياء التي يبحثوا لها عن علاجها مرض السكري. طبعا نحن نعرف أنه المرض السكري هو له علاجات، يعني أنت يمكن تعرف أكثر مني 3 علاجات، وهو سبب مرض السكري هو نقص إفراز الأنسولين من البنكرياس. لكن يعني من الأشياء اللي يعني أريد أن تعطينا نبذة عامة عن هذه الأعشاب، وذات الوقت هل هنالك أعراض جانبية؟ لأنه أكثر ما يشتكوا منه المرضى الأعراض الجانبية التي تنتج نتيجة لاستعمال الأدوية الكيميائية لعلاج السكري. مرض السكري حقيقة هل هو من أكثر الأشياء التي تدرج عندكم والأشياء اللي يسأل عنها الناس المرضى في المحل تبعكم زي ما تفضلت في السابق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرض السكري هو مرض العصر، كلنا بنعرف عنه، ومرض هو خطير جدا، لكن بعض الناس بياخذوله بطريقة غير انه كعلاج وما علاج. مرض السكري لما بيصيب الإنسان بالسكري نتيجة عجز البنكرياس، غدة البنكرياس اللي هي المسؤولة عن إفراز الأنسولين لتنظيم نسبة الدم بالجسم، ومسؤولة عن إفراز هرمون الأنسولين أو إفراز بكميات غير كافية أو غير فعالة. فهون بيلحق من خلال البنكرياس، غدة البنكرياس، فيما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بحيث يتعدى المستوى الطبيعي، والذي يتراوح ما بين 80 و120 لل125، أي المعدل الطبيعي للإنسان بيكون عنده ما بيكون عنده مرض سكر. بس لما بيصير غدة البنكرياس صار عندها تلف، صار عندها مرض، صار عندها نقص بالإفراز، هون صار عم يتعدى هذا 120. فبهي الحالة بنصير نقول إنه بدأ الإنسان إنه يدخل في مرض السكر. المرض السكري هو نوعين، هناك نوعين، نوع واحد ونوع اثنين، بارت 1 وبارت 2.
نوع من السكري بيختلفين يعني، هون نوعين بيختلفوا عن بعض بالعلاج وبالأسباب وبطرق علاجها. النوع الأول هو السكر المعتمد على الأنسولين، هذا ما في مجال له إلا الأنسولين. اللي عنده النوع الأول ما بده يبدأ بالأنسولين، أبر الأنسولين، وتشكل نسبة الإصابة به هودي اللي عندهم النوع الأول بين 10-15% من مرضى السكري، اللي عندهم النوع الأول من مرض السكري. هذا النوع من السكري يحدث في سن مبكر أثناء مرحلة الطفولة والبلوغ، يعني بيكون الإنسان بعده كفتي من 13-14 وما فوق بيحدث فيه هذا مرض النوع الأول، وهذا ناس كتير ما بتعرف لها القصص. بتميز هذا النوع بعجز كامل في إفراز الأنسولين من غدة البنكرياس. لما نتيجة هالشيء هذا لهذا الأمر الذي يحتاج المصاب إلى المعالجة بحقن الأنسولين مع برنامج غذائي متوازن. كمان مش بس أنه أنا أخذت أنسولين خلص انتهى الموضوع، لا، في برنامج غذائي بدك تاخده مع هذا الانسولين لحتى تحاول تخفف من حدة هذا المرض اللي انا بعتبره مرض هدام، خاصة النوع الاول. اوكي. النوع الثاني هو السكر غير المعتمد على الانسولين، هذا ما بيعتمدوا فيه على الانسولين. هذا النوع الثاني وهو اخف من النوع الاول وممكن علاجه. النوع الثاني يعني يمكن علاج النوع الاول. الثاني الا يمكن علاج النوع الاول؟ ممكن علاج النوع الاول، بس هذا بياخذ وقت لانه بدك تحطه على حمية معين للمريض. بدك تعطيه، انا بحكيك على صيد اعشاب. اوكي. هلا الاشياء الطب التقليدي الثاني هذا عنده كم كم يكون عنده اشياء ثانيه؟ لا، نحن طبعا نتحدث على قضيه الاعشاب. إيه؟ فقط. له النوع الاول بقى له علاج، بس بده اول شيء بياخذ فتره زمنيه معينه، له حمية معينه، له اعشاب معينه، هذه لازم ياخذها بانتظام، ما بده يخل لانه النوع الاول خطير. طيب، خطير للغايه. طب هل هذا متوفر عندك؟ يعني هل هذا النوع الثاني اللي هي يعني هل انت موجود عندك هذه الاعشاب او الخلطات اللي ممكن انها تعطيها للمريض في صح؟ مزبوط. انا اعطيت ناس كتير منه، يعني من النوع الاول اعطيت 2 منه بس، وما زالوا لحد هلا عم يتعالجوا فيه. يعني له فتره معينه بده ياخذ وقته، يعني بين الشهرين وثلاث اشهر ماكسيموم، في منه سمتين بياخذ للست اشهر لحتى يخلص يتخلى عن الانسولين. وممكن طبعا ممكن من الاعشاب الطبيه الموجوده والاعشاب الطبيعيه الموجوده. لك الله سبحانه وتعالى ما خلق مرض إلا خلق له دواء، لكل داء دواء، بس المعروف أنه كل إنسان لازم يعرف الدواء المناسب والحقيقي من الأعشاب. أنا عم بحكي على صعيد أعشاب، من الأعشاب كل عشبة شو مفعولة وشو دواء أو لشو وشو كيف تعملها وكيف بتركبها وكله على يعني أنت بحسب ما تطرح. وهذا الشيء يعني جميل جدا، ويعني سعيد أي إنسان عنده هذا المرض إنه يسمعه إنه إذا تناول هذه الخلطة واتبع الحمية المعينة المخصصة قد يعيد وظيفة البنكرياس لتفرز الأنسولين بحيث إنه لا يحتاج الأنسولين بعد ذلك. طبعا، ما هو البنكرياس بطيء أو مريض، يبقى مريض يبقى بطيء، وبهذه الحالة الفرز الانسولين من البنكرياس لما بيبقى مريض بيجي نسبه مثلا 10% او 5% عم يفرز. طيب 80% وال85 وال90% وينهم؟ فمجبورين ناخذ الانسولين حتى نعم. بس نحن لما بنتعامل بالاعشاب بنتعامل كعلاج. هذا البنكرياس بطيء، في له علاج اعشاب حتى تنشطه، تعطيه نشاط وتخليه يفرز الانسولين المطلوب. نعم. هذا البنكرياس، غدة البنكرياس مريضة غير إنها بطيئة، مريضة كمان في إلى أعشاب معينة تعطيها الدواء المعين من الأعشاب حتى تشفى من هذا، حتى تعيد له إلى إلى بيرجع عمل وظائف الطبيعية وبيدخل الأنسولين الطبيعي. يا عندك المرض السكري من النوع الثاني
وهذا الأكثر شيوعا، أكثر شيوعا من بالنسبة للأولين. مرض العصر. إيه؟ مرض العصر يعني. الثاني أكثر شيوعا من البارت 1 من الرقم واحد. نسبة الإصابة فيه هذا حوالي 90%، المرض السكري النوع الثاني. نسبة إصابة العالم فيه اللي عندهم سكري هن 90% في حالات الإصابة بالسكري، ويحدث في منتصف العمر أو بعده. هذا عكس الأول. 90% من مجموع مصابين المصابين المرض السكري، السكري. وليس 90% من مجموع السكان. لا لا لا. أردت أن أنوه يعني لا. حتى yeah. حتى يعني لا yeah. 90% من المصابين بمرض السكري. السكري بيكون عندهم هذا النوع. مثل نعم. البارت الأول من 10-15% من المصابين بمرض السكري اللي نعم. بياخذوا الأنسولين. وهذا البارتو الصنف الثاني من هذا المرض بيحدث في منتصف العمر، يعني من 40 سنة وما فوق. صحيح. عكس الأول، الأول بيحدث من سن البلوغ. هذا أهون من الأول، هذا المرض الثاني أهون من المرض الأول وممكن علاجه بسرعة وبفعالية. في عندك اسباب، ما عندك اسباب كبيره كمان لمرض السكري. في ناس كثير ما بتنتبه لها، ما بيعرفوا ليش اجى هذا المرض. ممكن الحكيم سم تايم الحكيم بيحدث بيقول لهم، ومن ممكن حكمه اوقات ما بتحدث. الاصابه بمرض السكري في إلى عده عوامل. العامل الاول والاساسي هو الوراثي، اذا كان احد الوالدين او الوالدين مع بعض مصابين بهذا المرض، فهذه الوراثي حتما انها بتصيب احد الافراد فيها. صحيح. النسبه الثانيه هي السمنه النصاحه، وهي بالمناسبه من اكبر الاسباب واكبر العوامل. بالضبط. حقيقه نسبه النصاحه يعني عندك ناس ما بيهمهم، يمكن عندهم بيقولوا ما راح يصيبنا شيء او شيء، بس بعدين بيفكروا انه بعد هيدا النصاحه اللي صارت اصيبوا بهذا المرض من سبب هذا، لأن السمنة فيها ضغوطات قوية. مثلا السمنة تساعد على احتمالية الإصابة بالسكر وخصوصا النوع الثاني. وعندك النوع الثالث، الحالة الثالثة هي الحالة النفسية. الحالة النفسية كمان هي حالة مسببة لمرض السكر. ومش إذا أنا بدي أقولك عن السمنة عن الحالة النفسية، مش بس مرض السكر. السمنة بتؤدي لمرض انسداد شرايين القلب، بتؤدي لانسداد شرايين تعمل كوليسترول بالشرايين، بتؤدي للضغط، لأنه السمنة كل ما كان ناقص على الإنسان كل ما القلب عم بيضخ بسرعة حتى يغطي مساحة أكبر من الجسم، مساحة الجسم كلها. نعم صحيح. فهي بالحالة بيصير عندك ارتفاع ضغط الدم. الحالة النفسية كالقلق والتوتر كمان هو بيعجلوا بإصابة المرض السكري. أكيد. الحالة النفسية. وعندك الالتهابات، أهم شيء الالتهابات. سمتايم الإنسان بيصيبه التهابات معينة، مثلا ما بيهتملها، ما بيروح لعند دكتور، ما بيروح لعنده. الالتهابات بتخلي إذا ما اهتملها المريض بتسبب له لحالة التهابات البنكرياس، غدة البنكرياس، عوضا عن التهابات التانية مثل التهابات للكبد بتسبب التهابات للمرارة، بتسبب التهابات للكلي للكليتين، بتسبب التهابات للطحال. وهودي هن قوام البدن من هول. صحيح. ففي حال صارت هذه كمان زاد مرض السكري فيها. وعندك كمان عندك الأدوية اللي في أدوية معينة كمان هيدي بتعجل بمرض السكري. مثلا في عندك مثل حبوب منع الحمل، في عندك مثل حبوب اللي بتعطي طاقة للجسم، هيدي كمان بتأثر على مرض السكري. في عندك دواء اسمه الكورنيزوك، كمان هذا بيأثر لمرض السكري، بجيب مرض السكري. يعني عندك أشياء كتير، أعراض جانبية لبعض الأدوية. الكحول، المشروبات الروحية، المرض هو العدو الأول للبنكرياس. الكحول العدو الأول للبنكرياس، خلي الكل يعرفوه ويفهموه. والطب القديم والطب الحديث بأكدوا هالشيء كله. أي حكيم بتروحوا لعنده بتسألوه، المشروبات الروحية هي العدو الأول للبنكرياس. أول ما بيضرب يسبب مضاعفات، هو بيضرب تلف البنكرياس، وبالتالي التأثير على خلايا ووظائف خلايا كتير بالجسم ووظائف البنكرياس. ما صار في تلف بالبنكرياس ما عاد يفرز،
أصاب بهاي الحالة بتصيبه ممكن البارت 1 تبع السكري رقم واحد. يعني عندك أشياء كتير. هو يعني خلينا نقولها بصراحة إنه يعني أنا أحد أفراد العائلة استعمل العلاج السكري. نعم. علاج السكري. علاج السكري يعني هو يعني حبوب. يعني حبوب. من عند الدكتور. كان صار في مضاعفات المهمة. بالتالي استعمل الأعشاب. نعم. أو للحقيقة إنه نزل مستوى يعني السكر بحيث إنه صار ل صار 126 وهو بالضمن يعني الوضع الطبيعي. هل هذا نهاية الأمر أو هل يجب الاستمرار بشكل دائم بأخذ العلاج أم إنه خلص يعني تعالج السبب وما في داعي لأخذ العلاج مرة ثانية؟ نعم. العلاج أخذته بالأعشاب لفترة معينة. ياهو أخذوا بالأعشاب. بعدين من خلال العلاج وقفت لنسبة الدواء اللي كان وصف لي الدكتور. هو يعني وقفوا. طيب في عندك شغلة هلا خلص العلاج خلصت الخلطة تبع الأعشاب في ينطر أحد الأشخاص هذا إنه 3 أيام أو 4 أيام بعدين بيقيس السكر. إذا لقى السكر بعده مستوى واضح ما في مثل ما قلنا إنه معدل السكر من 80 لـ 120 أو 125 ماكسيموم إذا كان واضح معناته صار في عنده شفاء منه. شفاء يعني رجع البنكرياس للوظيفة. بيشتغل بشكل. ولحتى نعطي مضمون أكثر ونضمن البنكرياس إنه غدة البنكرياس إنه تشتغل تفرز مزبوط ترجع تعيد الخلطة مرة تانية. أوكي. ترجع تعيد الخلطة مرة تانية هيك بيصير عم تقولي أنت 125 مثلاً 126. أو 126 ممكن بعدين يصير بالمية المعدل تبعه. لما بنوصل لهي النتيجة نحن خلص معناتها فينا نعتبر إنه غدة البنكرياس تعالجت واستعادت صحتها وصارت عم تفرز الانسولين بشكل طبيعي. سو ما في داعي لإعادة تكرار الكورس هذا الا اذا كان يعني لا 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 يعني الخلطه اللي اخذتها واستفادت منها نشطت غدة البنكرياس معناتها الاقراص او الحبوب الثانيه ما كان لها تاثير على ما كان في ففضل ان تاخذ خلطه ثانيه وتكملها بنفس الطريقه اللي عملتها اول مره وإن شاء الله بيكون انتهى كل شيء والمية بالمية بيصير غدة البنكرياس عم تشتغل. طيب يعني أنت تطرقت من خلال الأسباب والعوامل اللي هي تؤدي إلى حصول مرض السكري اللي هو التوتر. نعم. ستريس والتوتر. أيضا على ما أذكر أنك تحدثت إنه هناك أعشاب قد تساعد على تقليل التوتر. طبعا. فهل في هناك أنت هل تنصح بأن الإنسان إذا كان عنده مثلا السكري أن يأخذ الدوائين؟ بحيث إنه يكون يعني خلينا نقول وقاية أو يعني مساندة لحتى إنه ما يظل التوتر مستمر وبالتالي إعادة خلينا تكرار المرض. خلينا نكون واضحين. قصدك أنت بتقصد بياخذ علاج للتوتر وعلاج للسكري. نعم. من الأعشاب. من الأعشاب. ما هو منين إجت التوتر؟ منين إجت السكر؟ مثلاً لنفترض واحد إجا سكر من وراء التوتر أو الضغط النفسي. هلا لما صار عنده هاي الحالة فيك انت تعالج وحدة بوحدة. مثلا تطلع اي وين اللي اكتر شيء فيه ضرر البنكرياس لا منعالج البنكرياس بعد البنكرياس نرجع نعطيه مثلا علاجات للتوتر وللاكتئاب وللقصات. اذا كانت توتر اعلى من البنكرياس منعالج التوتر بالاول. وفي عندك هلا الاعشاب لو اخذت 5 أعشاب أو 6 أعشاب مع بعض ما فيها اي مضاعفات. هو بالمناسبه هذا كان سؤال انا حاب اساله. اعتقد يعني نرجو ان يكون في هناك مشاركه من المشاهدين والمشاهدات. واذا كان في يعني حاليا احنا في مرحله من البرنامج ممكن ناخذ مكالماتكم ونرحب بمكالماتكم اتصالاتكم استفساراتكم او مداخلاتكم في هذا الموضوع. تفضل أخي. عودة على بدء الحديث على أنه يجب معالجة السبب الأولاني الأول وبعدين نوصل للسبب الثاني وبنكون انتهينا من هالموضوع. بس بدي حط بعين الاعتبار بدها تكون هيدي الحالة الناس كلها تعرفها الأعشاب الطبية والأعشاب الطبيعية ما بتبدأ مفعولة بجسم الإنسان بعد 3 أسابيع. خلي الناس كلها تعرفها. في عندك ناس بيجوا بياخذوا عشبة مثلا
معينه روع الشلف اخذوها بعد يوم يومين بيرجع بقولوا ما فادتني، لشو اخذتها؟ اخذتها لشغله معينه ما فادتني. طيب قد ايه صارك ماخذها؟ امبارح اخذتها. فخلي يعرف الناس الاعشاب بدها 3 أسابيع حتى تبدا تعطي مفعول بجسم الانسان. نعم. واللي عنده مشكله خاصه اللي عنده مرض معين، اللي عنده مرض معين بتاخذ من 3 أسابيع ومفعول، بس 3 أسابيع ببلش الجسم يستوعب هذه الاعشاب وبلش يتجاوب معها. يعني ليست تاثير يعني ما بتجي دغري مباشر ريدوي. نعم. بدها تاخذ مفعوله مثلا، مثل نحن لازم نحط بعين الاعتبار كمان انه الاعشاب تعمل بشكل مختلف من شخص لاخر. اليوم انت بتاخذ عشبه، خلينا نقول انت عم تاخذ عشبه للرشح، وانا عم باخذ نفس العشبه للرشح، انت اخذت معك وجاوب جسمك معك اخذها، انا ما جاوب جسمي معها، ممكن جاوب منه مثلا ببطء. ببطء نعم. كمان نفس الكافيين، كيف الكافيين؟ مثلا انت بتشرب فنجان قهوه، انا عم بشرب فنجان قهوه، انت بتقلق كل الليل بتضلك قلقان، انا بنام. في فروق فرديه، في هناك خلافات. على كل حال اعتقد عندنا مكالمه. مين معنا على الخط؟ تفضل او تفضلي. يعني هو لازم الصبر في هذه الشغلات، الواحد ما لازم يتوقع نتيجة بشكل مباشر. يعني طبعا بده وقت، لانه بدها وقت، وبعدين زي ما حكيت انت هناك في فروق فرديه بين الاشخاص. صح مزبوط. يعني في ناس اذا بيشرب فنجان قهوه ما بينامش، وفي ناس اذا بيفرج اذا بيشرب فنجان قهوه بضل مثل انا بشرب 5 فنجان قهوه بنام بعد نص ساعه. اوكي، في معنا مكالمه. تفضل او تفضلي. فاطمه من ميشيغان، تفضلي يا فاطمه. الو اهلا فاطمه، تفضل. لبنى من ميشيغان. لبنى بيزون. اهلين اخت لبنى، تفضلي. مساء الخير، يسعد مساكم. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير سيد ابراهيم. مساء النور، اهلا وسهلا. انا استفدت سبق واتصلت قبل مره، واستفدت من عشب الجينكو لديني. نعم. وجربت العشب الثانيه اللي بتضعف. انا صرت ناس بجمعتين 5 بوان. نعم. بدي اسال بقدر كمل بالعشبه التضعيف؟ طبعا هيدي في عندك انت حسب حسب نسبة النصاحة بجسمك او السمنة اللي بجسمك، وانت بدك تنظمي جسمك. هلا نزلتي 5 بوان، اذا لقيتين اناف معاش بدك تنزلي خلص بتوقفي عند هذا الحد، اذا بدك بعد بدك تنزلي فيك تكملي كمان من هاي العشبة. يعني في امكانية الواحد يستمر بحيث انه بالنهاية انه ما في مشكلة اذا انا كملت، لانه لازم بعد نازل تقريبا 10 بوان. ايه فيك تكملي بعد لتوصل لل5 بوان التانيين. ما في اي مشكله فيها، وما عندها اي مضاعفات يعني. يعني يمكن تستمر باخذ هذا الاعشاب لحتى تصل للنتيجه اللي بدها اياها. حتى توصل للنتيجه اللي بدها اياها. نعم. بتستمر تاخذها لانه ما لها اي مضاعفات فيها، تاخذها لحتى توصل للنتيجه اللي هي بدها اياها. نعم. بجسمها. نعم. عندك اي اسئله اخرى اخت لبنى؟ شكرا ثانك يو، يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا. الف شكر لك اخت لبنى. هو على فكره موضوع السمنه وتخفيف الوزن من القضايا. الو نعم فاطمه. مش تفضلي فاطمه. انا بدي اعطي شهاده بثلاث اعشاب اخذتهم انا من عند المحل فجر. نعم. أول مرة أني كنت عاني بالصدفية وعلى إيد الحاج إبراهيم والأعشاب اللي عملي هن الحمد لله شفيت 100%. وتاني شيء كنت عاني من البواسير، كمان عالجني منها وحبوب الشباب. وفي عشبة اللافندر كنت عاني من توترات او ضغط نفسي، ساعدني شوي اللافندر. وهلا كيف هلا الحمد لله كل شيء تمام. يا الحمد لله على سلامتك. من امتى بلشت بالعلاج؟
مرة من الصدفية تقريبا أخذ معي 3 أشهر. نعم. والحمد لله كل شيء كان تمام، كان موزع الصدفية بجسمه. أوكي. واللافندر كمان نفس الوقت تقريبا كمان صارت معي، الحمد لله كل شيء تمام. المهم كل شيء تمام طلع معي وكل شيء منيح وما صار أي مضاعفات. لا الحمد لله من دون مضاعفات. وأهم شيء عندك عندي البواسير، يعني أي حدا بيعاني من البواسير في خلطة، الخلطة اللي عملت لي إياها كثير كانت مفيدة إلي. نعم الخلطة موجودة يعني بالمحل. هذه الشهادة يعني الكل نعتز فيها. شكرا لك أخت فاطمة على مشاركتك. الحمد لله أنا شو بدي. في معنا مكالمة أخرى؟ أنا مكالمة أخرى. طب أخي إبراهيم يعني جان من كندا، أهلين، تفضل يا جان. مرحبا. مرحبتين. مرحبا أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. أنا عندي مشكلة بوجع براسي بالجهة اليمنى، وأحيانا بتضرب على عيني كمان، بحس أنه عم توجع من جوا، فما بحب اشوف اي ضوء يعني يضرب بعيني، او يعني اذا ما رحت بمكان مظلم ونام بحس انه بدي فرغ وهي، فعم بحس انه فيها شقيقه. الوجع النصفي على النصف الايمن ولا النصف الايسر؟ على الاغلب بيكون على الجنب الايمن، بس نعم. احيانا بيصير على الجنب الايسر. والى زمان عندك اخ جان؟ أكثر تقريبا من قبل 16 سنة. يا إلى زمان عندك هذه الشقيقة. ما في شيء لما له علاج هذه الشقيقة، وفي لها علاج إن شاء الله فعال، وخلال يعني هاي ما بتاخد وقت كتير، هاي دي ماكسيموم بتاخد 2 لـ3 أسابيع إن شاء الله بتكون شافي منها. ما فيني اعطيك لانه هيدي خلطه، يعني ما في عشبه معينه بتعالج هاي، فاذا بتحب تتصل فيي على المحل وانا بجهز لك الخلطه، واذا بتقدر تجي على المحل بعطيك اياها، ما بتقدر انا ببعث لك اياها وين ما كنت يعني، وان شاء الله هاي خلال 3 أسابيع انا كفلان انها بتنهي وبتصح منها ان شاء الله. والف سلامه عليك. الله يسلمك. طيب استاذ كيف بدي يعني نوصل لك، يعني كيف بدي توصل لي الخلطه؟ انت وين؟ بكندا؟ بكندا. وين بكندا؟ بهاملتون. اوكي اتصل في على الرقم المحل اذا طلع على الشاشه، او اذا بدك سجله لاعطيك اياه. طيب شو هو الرقم؟ 3 1 3 7 6 9 7 6 9 6 4 1 1 6 4 1 1. نعم شكرا جزيلا. شكرا لك. أهلا وسهلا. سلامتك. شكرا لك أخي جان. يعني واضح أنه كمان يعني شغلة الأكثر مرة بسمع الشقيقة، أول مرة بسمع أنه في هناك علاج للبواسير حقيقة. هل هو علاج ناجح؟ طبعا بالأعشاب. في عنا ملاك ميشيغان، تفضل يا ملاك. يا مرحبا. مرحبتين. عندي سؤال للأستاذ موجود معك. أخذت من عندهم خلطة للحصر البحث بالكلى والبول لابني، فالحمد لله صار يشي جمعتين يعني مبلش فيها وصار عنده تحسن، يعني صار يشوف البحث نزل. بس بدي أسأل السيد الموجود أنه هل يا ترى الاحتباس البول اللي كان عنده بضل ولا بده خلص ينتهي معاش يرجع لعند الاحتباس البولي؟ لا ما خلاص ما نزل البحث، عم تقولي نزلت البحث خلص. ما هو الاحتباس البولي من البحث اختي. ايه نزل يا ايه خلص انتهى الموضوع الحمد لله على سلامته. اوكي عندي سؤال ثاني ممكن؟ تفضل. عم في شو في علاج القولون؟ شو المشكلة بالقولون؟ هلا عندي على الجهه اليسرى ما في عندي وجع، بس بحس بشيء مثل انتفاخ وبيضغطلي على شبره على قلبي لفوق. هذا كولون العصبي. طيب شو رايك انه عندنا كثير متصلين، حتى ناخذ الجميع، شو رايك انه ناخذ السؤال وبعدين نخصص وقت للاجابه؟ اوكي عندك اسئله ثانيه اخت ملاك؟ لا
لا شكرا. شكرا لك. انتظر الاجابه من الاخ ابراهيم، خليكي معنا على التلفزيون. خلاص يعني اخذت الاجابه. اخذت. شكرا. اهلا وسهلا. عندنا سلوى من مشيغان، تفضل يا سلوى. الو. ايوه يا سلوى تفضلي. معكم سلوى بيضون. اهلين اخت سلوى. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. انا بحييكم وبحيي هالبرنامج المهم. بس حابه اسال السيد ابراهيم، ابني عمره 21 وشعره بلش يهر من قدام، هل عنده علاج للشعر او زيت او صابون؟ نعم، في علاجات لها، وهذه العلاجات اجت يعني عندي انا اللي عملت الخلطات، اجت متاخر مثل ما قلت له للدكتور انه بعد ما راح شعري انا عملتها فما انا ما استفدت فيها، ان شاء الله اني عفيد الناس فيها. مشان هيك انت نصحتني اني استعملها. هو العلاج حبوب ولا زيوت؟ لا، هي الزيوت مع اعشاب، وفي صابون من الاعشاب كمان. هي لا عندك يعني ابني بيستفيد؟ ايه طبعا بيستفيد، بيستفيد ان شاء الله، بوقف تساقط الشعر رايد اواي ان شاء الله. في عندك اي اسئله اخرى اخت سلوى؟ ثانك يو يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. شكرا لك. يعني انا لازم استعمل، خليني احافظ على حافظ على خلص راح ان شاء الله. شكرا لك اخت سلوى. ناصر من ميشيغان تفضل يا ناصر. مرحبا. مرحبتين. اهلين ناصر. شلونك؟ يا حي الله. الله يخليك. عندي حكة ظهري صار مدة لاحظ وخليت أشكال كريم ومفرج. حكة في الظهر. حكة في ظهره. حكة من أي ناحية؟ شو الحكة اللي عندك أخي ناصر؟ دا حك بعدين تطلع مثل الحك، ممكن الحك تطلع الحبابي عليه. أشي؟ عيد لو سمحت أخ ناصر. نعم. يعني صار في عندك حكة في جسمك، كيف الحكة يعني؟ يعني ليش؟ ما لي حساسية، ما لي دا حق زايد ظهري ويطلع حبابي من ورا حكي يطلع حبابي. أخ ناصر أنت رأبت الحكي إذا أكلت شيء أكل معين بيجي الحكي اللي عندك؟ لا ما عارف شبه. راجعت طبيب ثاني عشان ما في كريم تشربك كل إيه. أعطى الطبيب دواء. استفدت من الدواء اللي أعطاك إياه الطبيب؟ الدواء حبابي ثاني. نعم حبابي ما دخل ست صور زين شوي بعدين رجعت عليه. يعني صرت زين شوي بعدين عاد بس خلص الدواء عاد رجع لعلى الحكي. اوكي، في عندي مرهم من الاعشاب، مراهم، نحن بنعمل مراهم من الاعشاب سيد ناصر، اذا بدك تصل فيي على المحل بكره ان شاء الله وانا بعمل لك اياه، او اذا انت موجود انت بمشيغان فيك تجي لعندي على المحل وبعطيك المرهم وان شاء الله بيمشي حالك، خلال يومين بتكون منتهي من هاي. وين المحل؟ على ديربون. يا المحل بديربون، اتصل فيي على الرقم 313. دقيقه ستة أربعة واحد واحد ستة أربعة واحد واحد. نعم هيدا هو الرقم، فيك تدق علي وأنا بعطيك الإدريس بتجي لعندي إن شاء الله. وألف سلامي عليك. أهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا لك أخ ناصر. يعني في عنا أسئلة كمان، في عنا يعني ورنينج أوت أوف تايم. الأخ ناصر حكى قضية كثير مهمة اللي هي لاحظت أنه الأعشاب ما موجودة هذه المشكلة. إن واضح هناك بعض الأدوية تعالج الأعراض، يعني زي ما تقول treat the symptoms. عنده أعراض في القشرة أو شيء مثلا حك في جلده، أعطاه دواء تخلص بس رجعت، ما بتعالج السبب. صح. ما بتعالج السبب. صح. ما عالج. فهذا هو هل هذا يعني هذا الدفرن بين الطب البديل والطب التقليدي؟ والطب التقليدي نعم. طب التقليدي ما بيعالج، بيعطيك حتى ترتاح.
بس بترجع مثل عم بيحكي الأخ ناصر إنه أخذ أعطاه حباب حبوب وأخذهم أو أعطاه مرهم معين أخذهم بس خلصوا صح عليه بس لما خلصوا عادوا رجعوا بس الطب البديل عنده بيعطيه بيفوت بيعالج يعني بيعالج يعني الطب البديل أو الأعشاب هي إعادة تفعيل وظيفة الجزء المعطل بالضبط يعني. بدي أعطي بس مثال صغير على زفية بدي أحكيك على صعيد الصدفية لو برمت العالم كله مش أمريكا العالم كله والطب الحديث ورحت على المختبرات وصارت والناس كلها عملتها انه يعالجوا الصدفية ما كانوا لقوا علاج للصدفية بس الطب البديل عنده علاج للصدفية طيب. عنده الطب العالم هل انت عندك قضايا او حالات ناجحة طبعا هلا عندي 4-5 اللي عبي بتعرف في منهم انتهوا منه وفي منهم بعد هلا مثل واحد له 25 سنة عنده الصدفية يا هل ترى معقولة انه الصدفية ب 25 سنة بدك تعالجه خلال شهر اكيد لا اكيد اللي عنده 8 سنين صدفيه معقول بدك تعالجه بشهر كمان بده ياخذ وقت يعني بس اللي عنده صدفيه سنه او سنه ونص هذا بسرعه بتخلص له اياها مثل الاخت اللي حكت قالت انه عالجني من الصدفيه يعني هي كان عندها ابو سنه او سنه ونص الا صدفيه عندها طيب وتعالجت وراحت تعال طيب قضيه تساقط الشعر تساقط الشعر يعني سمعت للاماني اصلا انا لما تعرفت عليك من خلال احد الكلاينتس تبعينك اللي يعني حكوا لي على انه يعني استفادوا جدا في قضيه تساقط الشعر نعم هل هذا علاج نهائي يعني تساقط الشعر هي بيقى فيها البصل فيها ضعف بصلة الشعر فيها ضعف وهيدي انا توصلت لها بعدين بعد نهايه مثل ما بضلني اقول انه للاسف بعد ما سقط شعري يعني هيدا العلاج هو بدي قول عنه شيء معين هو زيت زيتون مع أنواع أعشاب تقريبا 7 أنواع أعشاب هيدا علاج فعال وعلاج ما بقول لك أنا إنه بيهدي بس تساقط شعر لفترة معينة علاج فعال بيستعملوا الشخص إن أكثر شيء اللي بيستعملوا السيدات بيستعملوا القنينة في صابوني كمان من الأعشاب بيستعملوها معاهم لفترة 3 أشهر هي بتوقف تساقط الشعر من تاني يوم الاستعمال فترة 3 أشهر حتى تغذي البصلة ترجع البصلة تعطي تحية وتعطي مفعول أكتر للشعر بتطول الشعر بتغير نوعية الشعر ولمعان الشعر بس لفترة 3 أشهر إذا واحد بيتعالج أقل من شهرين منها ما راح يمشي حاله بده يكون لـ3 أشهر ويعني يجب الالتزام بالوصفة زي ما بتحكي بده يلتزم يعني فيها وهي هينة ما انه يعني ما فيها مشاكل يعني هي هينة هي هي زيوت واعشاب وصابون زيوت واعشاب وصابون 3 اشهر بعدين انا بكفل انه ما بيرجع عنده اي مشاكل بالمرض تبعه طب خلص انا اعتبرني راح اجي اشتري من عندك خلص لحق حال طيب اخ ابراهيم بالنسبة للبواسير يعني هذه قضية قد تكون محرجة احيانا وقد يكون انسان يعني بديروا عن طبيب يعني ممكن يكون فيها فحص أو يكون فيها إحراجات هل يوجد هناك علاج للبواسير في الأعشاب يعني ناجح؟ هي صارت ناجحة عدة أشخاص صار معهم البواسير ومنهم الأخت اللي عبتحك بس هي إلى زمان الأخت بس في ناس قبل ما تجي لعندي أنت لنحكي بموضوع اليوم كان عندي شخص ياباني أمين صيني عم بيدور على محل أعشاب صينية قلت له هون بهالمنطقة فيش المهم انه عم بيسألون شو مشكلتك قام حكالي بقصة البواسير فقمت انا عندي كريم عامل البواسير وعطيته اياه بس شمه قام عرفه قال لي هذا فعال واخده هل هو كريم ولا كريم اوكي كريم ويعني بيحقق نتائج بيحقق نتائج بعد يومين بعد يومين بعد يومين مش انه نتائج بس بعد يومين بينهيها بينهي البواسير نهائيا نهائيا يعني ان كانت ان كانت البواسير شرجيه داخليه ام خارجيه هذا التي يعني تقتضي عمليات وغالبا ما بتكون ناجحه وقليل ما بتكون ناجحه العمليات اللي طبعا يعني لانه هي وان شاء الله مره ثانيه انه اللي يتعالجوا بالاعشاب الاعشاب اللي عندي للبواسير انه يطلعوا اذا حدا بيسمعني يطلع ويحكي عنا يعني يعني حقيقه هذه اخبار ساره للجميع الحمد لله واللي عم بحكيين انا كلام صادق وكلام موزون واذا حدا عنده اعتراض فيه يقول انه لا مش مزبوط بس فيه يطلع على الهواء انا عم بحكي على الهواء يعني اي واحد انا واثق من حالي واثق من خبرتي واثق من الادويه اللي انا بعملها من الاعشاب
طيب يعني واضح على انه طيب بالنسبه للصداع النصفي لوجع الراس اللي اتصل فيه الشقيقه الشقيقه يعني ايضا هذه من الامراض اللي نقول شبه مستعصيه. نعم هي ايضا كمان الاعشاب يعني تشرب اعشاب تشرب اعشاب وفي اعشاب بتغسل فيها راسها الشخص مثلا انت عندك لو سمح نصف صداع نصفي معروف انه الشقيقه في اعشاب بينعمل خلطات من الاعشاب بتنشرب يوميه وفي اعشاب بتنغلى وبيتغسل فيها الراس تغسل فيها يعني انت عم بتعالج الشقيقه داخليا وخارجيا داخليا بحيث انه يعني تقضي على السبب ايه تعطي المفعول للغدد الصماء اللي عم بتخلي تسبب هذا الوجع. طيب بالنسبه للتخفيف الوزن يعني هي قد يكون زياده الوزن هي من يعني من اكبر المشاكل وايضا هي من القضايا الصعب جدا انه التخلص منها يعني الواحد بشهر بيزيد 10 باوند بده 10 سنين حتى ينقصهم. هل علاج تخفيف الوزن من الاشياء الناجحه في هذا الموضوع؟ طبعا تخفيف الوزن مش بس من الاعشاب. تخفيف الوزن ما هو من الشخص هو بذاته هو اللي بده يتحكم بوزنه. طب شو الاعشاب اللي استخدم يمكن حكينا المره في الماضية. عده اعشاب لتخفيف الوزن بس العشبه المشهوره والشغاله مزبوط واللي عم تعطي نتيجه هي عشبه الجينجو وبالعربي هي الجنجا او الشافيه عشبه صح. الشافيه هيدي عم تعطي مفعول قوي هيدي مع جزر الكركم بتعطي مفعول قوي اذا التزم فيها الشخص اللي بياخدها عليه ياخدها مرتين يوميا حتى يخلص الكميه اللي عنده من هاي الكميه اللي فرجيتنا عليها الاسبوع الماضي انا المره الفاتره الجارسينا جامبوجيا بالاسم العلمي تبعها والاسم العربي الشافيه يعني اذا التزموا فيها مزبوط بتنزل الاربع انس بينزل بين العشرة والخمستعشر باوند خلال اسبوع خلال اسبوع وفي اسام بتاخد اكتر اذا اخدت اكتر بتنزل للعشرين باوند يعني. طب ما في اي مضاعفات جانبيه؟ ما في اي مضاعفات جانبيه وكل اللي استعملوها ما صار عندهم اي مضاعفات جانبيه وكلهم شكروا فيها. طيب شو في اكثر غير بالاضافه للكوليسترول طبعا حكينا في المره الماضيه انه هناك في علاج اللي هو البرسيم صح؟ نعم هو كمان البرسيم هذا عشبي من الاعشاب الاخلاط اللي انا بخلطها للكوليسترول يعني مش 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 عشبه واحده خلطه انت بتكون هي عده اعشاب بس البرسيم انه هو النوع الاول من هي انه هو العدو الاول للكوليسترول كثير فعال للكوليسترول وبيؤدي الى قضاء عليه يعني بشكل لكل شيء البرسيم لوحده لا لا ايه طبعا مع الخلطه اللي بدك تخلطها هي اللي بتؤدي للقضاء عليه ان شاء الله طبعا مع الحميه المعمولة. طيب وانا اثناء زيارتي لك يعني كان في ناس من كندا نعم واللي فهمته من خلال الحديث انه كان لها قضيه في الانجاب هل يوجد اعشاب للعقم؟ طبعا ومش بس هيدي اللي شفتن انت عندي من كندا في ناس قبلهم وفي ناس اخذوا منه واستفادوا عليه والحمد لله صار عندهم حمل. طيب اذا في عندنا مكالمات ناخذ لنا مكالمه او اثنتين كمان ننهي البرنامج لانه ما بدنا حد يزعل منا طبعا نحاول نجيب على الجميع يبدو ما في اتصال. على كل حال بالنسبه للعقم كم تاخذ يعني هل يعني النتائج في هناك نتائج في هذا الموضوع؟ في نتائج العقم بياخذ بين العلاج. السلام عليكم. عليكم السلام معنا متصل تفضلي. بتسأل السيد إبراهيم صبح إذا عنده عشب للتضعيف. تضعيف للأخت هلا عم نحكي عنك أوكي. يعني أحكي للأخت نور من ميشيغان بتحكي يعني أحكي لها هي عن الضعف بعدك عم نحكي عنها هي أكيد في في عندك سؤال تاني؟ لا بس بدي عشان أنا ناصحة وبدي أضعف. أدى عمرك أنت؟ عمرك 13 للأطفال يا إن شاء الله بيكون في خلطة لإلك وإن شاء الله بتضعفك بعدك صغيرة بس أنا عم بحاول أضعف. إيه إن شاء الله good موجودة. إحنا كنا نحكي عنها يا نور قبل شوي هذا العشبة
اللي هي الغارسينيا، مزبوط يا إبراهيم؟ غارسينيا موجودة على حسب ما يعني التجربة اللي من خلال الناس اللي أجوا عند إبراهيم، ممكن تنقص 15 باوند. يعني بكم من يوم يا إبراهيم؟ في شهر؟ لا تقريبا 10 أيام. يعني في 10 أيام ممكن أنك تنقصي، إذا التزمتي بالمطلوب ممكن تنزلي لحد 15 باوند في 10 أيام إن شاء الله. بيصير هيك ان شاء الله ان شاء الله يا نور. يعني اتصل على ابراهيم في ال وروح هناك تاخذي عمان، تاخذي من عنده العشبه، وان شاء الله انك تستفيدي. اوكي شكرا يا نور. شكرا يا نور. اوكي يا ابراهيم، في اتصال اخر عندنا؟ اتصال اتصال. الو الو مرحبا. مرحبا مرحبا، مين معنا؟ عفوا. ام طلال. اهلا يا ام طلال، تفضلي. كيف حالك؟ حياك الله. ام طلال من كندا. مع ايه من كندا، بس اريد اسال سؤال عن ادنى السكر، هاي السكر وكوليسترول خلصه، يعني هل دورات ناكل هذا؟ قلت هسه نسيت اسمه، شنو هذا نسيت اسمه هسه قلته، السكر بس البرسيم. ايه نعم نعم، دارسين 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 دارسين. هو شنو نخلط معانو؟ شنو نخلط معانو؟ لا لا اختي، مش الدارسين، اسمه البرسيم. الدارسين هو القرفة، بس اللي عم نحكي عنه نحن اللي عم نحكي عنه البرسيم. طيب ام طلال اسمع الى اجابة الاخ ابراهيم على بالنسبة للكوليسترول والسكري كمان مرة، راح نعيدها بس ناخذ مكالمة ثانية اذا في بعد معنا. انا استمع. اهلا شكرا لك ام طلال من كندا. اوكي عزيزي. اوكي اوكي، في معنا متصلة او متصلة؟ اوكي تفضلوا تفضلوا. انتصار من ميشيغان، تفضل يا انتصار. انتصار من ميشيغان، الو انتصار من ميشيغان. اوكي انتصار، في عندك سؤال؟ طب في حدا غير؟ الو الو مرحبا، منال من ميشيغان، تفضل يا منال. بدي أشكرك دكتور عبد الوهاب على هالبرنامج المفيد. وسؤالي هو إذا في أعشاب بتعالج جفاف الشعر. جفاف؟ جفاف الشعر. يا يعني الشعر بيكون جاف. أوكي. جفاف الشعر يا أخي إبراهيم، يعني الشعر بيكون عندك أي أسئلة أخرى يا منال؟ أوكي منال شكرا. جفاف الشعر. جفاف الشعر ما في أعشاب له، بس في زيوت الأعشاب لجفاف الشعر. في عندك مثل زيت الحية. منيح لزيت الشعر لجفاف الشعر. في عندك زيت جوز الهند، منيح لجفاف الشعر. في عندك زيت الأرغان، زيت الأرغان المغربي موجود عندك، موجود كله عندك. آه موجود. كله موجود. نعم عندنا أي أسئلة؟ عندنا أي اتصالات؟ تفضلوا تفضلي. معنا اتصال، تفضلوا. منال من ميشيغان مرة ثانية، قطع الخط مع منال. اوكي معنا اتصال، تفضل او تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلين نهرين من ميشيغان، تفضلي يا نهرين. شو سؤالك لاخ ابراهيم؟ بدي اسال السيد ابراهيم عن الحساسيه اللي صار من سمعت على التلفزيون. شو هي مثل لها اعشاب الحساسيه، يعني واحد يقدر يتعالج فيها؟ شو نوعيه الحساسيه اختي؟ بس الحساسية بتكل تطلع من الشغلات، بالمرات بالعصبية، بالمرات شيء حرارة في الجسم. أنا رحت عدة دكاترة ورحت وطاني مراهم أدوية بس ما نفع، بس بدي أجرب بلكة الدكتور عنده هو العلاج. وين رحت؟ رحت على المحل اللي عندي يعني؟ ها؟ منين جبتي المراهم والعلاج؟ من المحل من عندي؟ نو no. انا اوكي من عندي دكتوري. اوكي ما اعطوكي فايده؟ ما اعطوني فايده، بيعطوني علاجات مراهم عصاير، واني اعمل فيها ليل ونهار وبسل وهاي، بس ما فاد. اوكي انا عندي صرعة عصبيه حاميه بجسمي، عصبيه كلش قويه، فيصير حكه قويه كلش بجسمي. اوكي اختي نهرين، دوري بالنسبه لهيك فيك تيجي لعندي على المحل، وانا عندي مراهم بعمل مراهم هاي خاصة للحساسية، وخلال يومين بتروح لك الحساسية إن شاء الله نهائيا. طيب
اهلا وسهلا. شكرا لك اختي. يعني يعني احنا نعمل رحله استثناء اليوم في البرنامج لانه خلص وقت البرنامج حقيقه. نعم. يعني ما في مجال لاي اتصالات اخرى، ولكن يعني رح نتركك هون في الاذاعه في المحطه كمان يعني خارج البث حتى انك تجيب بعض الاسئله اللي حابب تصل. يعني انت راح تقعد تجيب التلفونات يعني بس لارضاء لمجتمعينا ومجتمعنا الاعزاء. يعني ما راح نقطعكم، فراح نقطعكم عن البث ولكن راح نقطعكم، فيقدر اي حد بده يتصل بيقدر يتصل على نفس الرقم، والاخ ابراهيم راح يجيب على الاسئله تاعتكم. يعني حان موعد ان نقول انتهى اللقاء. الى اللقاء. مره اخرى اعزائي المشاهدين نشكركم على مداخلاتكم اسئلتكم ومشاركاتكم. نشكرك اخي ابراهيم على هذه الحلقه القيمه. على امل ان نلتقي معكم في حلقه اخرى. لكم مني انا معد البرنامج والمخرج البرنامج كل التحيه والتقدير، وتصبحون على خير. اهلا وسهلا والله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا لك. اديت الواجب واكثر. اوكي شكرا لكم.